في طاسة هحط فيها نص كوباية من السكر، هرفعها على النار من غير ما احركها خالص لحد ما الحواف بتاعتها تبتدي تتكرمل. دلوقتي اول ما السكر بتاعي ابتدى يتكرمل من على الحراف كده، هبتدي بقى ادخله في بعضه بالشكل ده كده علشان يتكرمل كله، اللي في الحراف واللي في النص، وافضل اقلب فيه لحد ما السكر يدوب. دلوقتي السكر بتاعي اتكرمل زي ما احنا شايفين اللون الفاتح الحلو ده. هنزل بقى بمعلقة من الزبدة، معلقة محترمة كده. دلوقتي الزبدة والسكر دابوا مع بعض، هنزل بقى بمعلقة كبيرة من الدقيق، هقلبها يدوب بس تاخد تحميصة بسيطة كده. الدقيق يدوب اخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده. لو خايفين ان الدقيق يتحرق مننا ممكن في المرحلة دي نطفي النار. دلوقتي بقى معايا كوباية من البطاطا ونوع البطاطا وكمان طريقة السوا بتاعها بتديني طعم حلو قوي. يعني لو مسلوقة حلوة وكل حاجة، ولكن لو مشوية طبعا احلى. يعني كل طريقة بتديني طعم احلى من التاني. وطبعا البطاطا المتوفرة عندكم او اللي انتوا بتحبوها هديها هي كمان تحميصة بالشكل ده كده مع الزبدة والدقيق والسكر المتكرمل. انتوا بقى متخيلين الريحة، البطاطا مع الكراميل مع الزبدة مع كل الحاجات الحلوة دي، متخيلين طبعا. دلوقتي بقى هنزل بقى، وكمان القطع دي قطع مكرملة من البطاطا مش حاجة يعني. هنزل بقى بكوباية من الحليب او اللبن. دلوقتي هفضل اقلب كده في المكونات بتاعتي وهرسها مع بعضها لحد ما تتجانس. شايفين بقى قطع البطاطا الحلوة دي حلوة جدا. اللي حابب يهرس المكونات بتاعته بالهاند بلندر ممكن، ولكن انا حابة يكون في قطع كده من البطاطا زي ما انتوا شايفين، لان بجد البطاطا جربوها في السبريد يعني بجد طعمها وهمي. تحس ان هي حاجة مكرملة كده، اللي بيحبوا الكراميل هيعشقوا الوصفة دي. بجد وصفة حلوة جدا. هفضل اقلب فيها لحد ما تفصل معايا من الطاسة او الكسرولة اللي بشتغل فيها. شايفين بقى كده فصلت معايا ازاي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، شايفين. وكمان لسه لما تبرد هتتقل اكتر. اخر حاجة بقى رشة كده من الفانيليا، وياريت تكون بودر مش سايلة. دلوقتي بقى البطاطا بتاعتي بقت جاهزة معايا، او البطاطا سبريد او كريمة البطاطا اللي احنا حابين نقوله، ولكن الطعم وهمي بجد. ممكن زي ما قلنا تنفع للسندوتشات، طعمها حلو قوي، وممكن نعمل بيها مشروب دافي طعمه خطير. لازم تجربوا المشروب الدافي ده، بجد حلو جدا جدا. وكده وصفة النهاردة تكون جاهزة معايا. دخلها بس كده في بعضها، وياريت تكون عجبتكم. واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت يسيب لي رأيه في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك. سلام.